تم تشكيل عدة لجان لإعادة إعمار واستئناف العمل في الملاعب، الملاعب المتلكئة أو المتوقفة، وإعادة إعمار بالملاعب الأخرى التي تحتاج للصيانة حتى تستقبل مباريات دوري المحترفين والمناسبات المختلفة. وعلى هذا الأساس تم تشكيل عدة لجان لاستئناف العمل في عدة ملاعب، بدءا من ملعب عمو بابا في بغداد، ملعب التاجيات، ملعب الشعب الدولي الذي نقف الآن على أديمه، ملعب الميناء، ملعب المدينة الرياضية، كربلاء، ملعب المدينة. الفقرات التي يتم صيانتها وإعادة تأهيلها هي تقريبا كل ما يتعلق في ملعب الشعب باستثناء الهيكل الأساسي، يعني ما صار عليه عمل، وبالتالي شمل كل مقاعد الجمهور، مقاعد الفي اي بي، مقاعد كبار الشخصيات، صالة كبار الشخصيات تم تأهيلها بشكل كامل، منازع اللاعبين، غرف الحكام، غرف المدربين.